لاعبي المنتخب المالي على حامل الكرة حكيم زياش قطع الكرة محاولة ولكن كانت قتالية محاولة خالد مطيب مرة أخرى لصالح المنتخب المغربي قتالية كبيرة ضربة جزاء ضربة جزاء ضربة جزاء في تايمين رائع في تايمين رائع في توقيت جد جد ممتاز ضربة جزاء هي القاضية إن شاء الله ضربة جزاء بقتالية مشاهدي الكرام قلت شد بحرارة زميلي بمعود المخرج أعيد المحاولة وكيف كانت القتالية والضغط من خالد مطيب من بارك بوسوفا من يوسف الهندا وكذلك نبيل بدران ريتم عادي لهذه المباراة مباراة صعبة نتابع الآن نشاهد حكيم زياش حكيم زياش لاعب اياكس ضربة جزاء لا غبار عليها ضربة جزاء لا غبار عليها حكيم زياش نريد هدف نريد هدف بالنسبة لحكيم زياش محاولة جميلة للمنتخب المغربي حكيم زياش في مواجهة الحارس المالي حكيم زياش والهدف أهدى قدمه للمدافع وحصل على ضربة جزاء بدرجة السحقاق وترجمها إلى هدف وبالتالي الهدف الأول يمكن نقول بأنه الآن سنتابع مباراة أخرى ألان جيراس ما عليك إلا أن تغير الخطة لأنها كانت خطة عسيرة ضغط كبير لكن من يمتلك خالد بوطيب حكيم جياس يونس بن هندا لا يمكن أن يخاف لأنه سيقع في المحظور وتصفي غياب اللاعب ساماسيكو المالي غياب اللاعب ساماسيكو وهو لاعب متوسط ميدان هجومي سالزبورغ النمساوي واللاعب جيد عنده 21 سنة سنتابع الآن هذه المحاولة لم يتخوفوا من هذه المباراة خالد بوطيب يسجل الهدف اي 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 عليكم بالمباراة حكيم زياش والأحمدي وخالد بوطيب نتابع حكيم زياش الأحمدي وخالد بوطيب من صنع هذا الهدف هو لاعب حكيم زياش الذي يمكن أقول بأنه سيكون نجم هذه المقابلة صدقوني قلت بأنه هذه قبل المباراة ودونت معي بأنها تذكرني بموقعة مراكش والمنتخب المغربي واجه آنذاك المنتخب الجزائري وهذه المباراة هي تسير في هذا الإيقاع تسير في هذا المثل لا أتذكر الدقائق ولكن السيناريو يبدو بأنه سيكون فيه تشابه كبير فيه تشابه كبير هل نبيل درار يرفع الكرة والركنية تسير نحو الركنية ولكن مرة أخرى دائما صالح المنتخب المغربي حكيم زياش المبدع حكيم زياش المغربي يا فنان يا مدرب حكيم زياش
فيها قلت بأنه عودة حكيم زياش عودة كانت لا بد منها. نتابع فنان كبير فنان مبدع، شاهدوا صنع المحاولة، يا سلام يا سلام على حكيم زياش، يا سلام على حكيم زياش، ممتاز، لاعب رائع، لاعب مهاري، لاعب فنان مبدع بامتياز. إذن المنتخب المغربي تعود الأجواء، أجواء الفرحة مع عودة زياش. يمكن أقول بأنه الجدل الذي كان قد رافق عدم لاعب زياش للمنتخب المغربي ورحلة للغابون لا أعتقد كان ما يفسر، ولكن يبقى قرار المدرب هو الأول والأخير. والعودة كما قلتها دائما، العودة كان أحمد كريم الأحمدي، مرة أخرى تعود للمنتخب المغربي. نور الدين مرابط في وسط الميدان، سيطرة ميدانية لأسود الأطلس، سيطرة ميدانية لأسود الأطلس، الأسود قهر النسور. أشرف حكيمي تعود مرة أخرى لحكيم زياش، صانع العاب. أنا لست بقارئ للفنجان. هذه المباراة قلت بأنها يمكن أن نتابع 4 أهداف وبالتمام والكمال، وإلى حدود الدقيقة 72 الهدف الرابع، الهدف الرابع، مباراة الفريق الأصلي بالنتيجة بالهدف الرابع، هدف رابع يؤكد السيطرة المغربية ويؤكد بأنه التاريخ يعيد نفسه. هي مباراة شبيهة بمباراة مراكش، شبيهة بالحضور الجماهيري وشبيهة كذلك بالحصة، رغم أنه الأداء اختلف، لكن يمكن أقول بأنه التاريخ يعيد نفسه. المنتخب المغربي أشرف حكيمي يوقع لاعب ريال مدريد، يوقع الهدف الرابع، ويمكن أقول بأنه كل التمريرات الأهداف أتت من نجم المنتخب المغربي ونجم هذه المباراة بامتياز حكيم زياش. كان إسباني ولكن الترقى كانت مع كان الفرنسي منذ موسم 2011 إلى 2014. إذا مسيرة موفقة ومسار تصاعدي حتى من ناحية قيمة الأندية. تعود مرة أخرى للاعبي المنتخب المغربي، مبارك مصطفى، مقطوعة خط وسط الميدان، تغطية جيدة من أسامة طنان، وقتالية وضغط متقدم، والآن أي 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 أي. والهدف الخامس فايزاً فوزاً بطريقة خاصة، لاعب يتمتع بروح دراما. التاريخ يعيد نفسه ولكن بشكل جميل، خماسية جميلة، وشاهدوا الرقصة لفيصل، عرض مقنع وهدف جميل بالفعل، هدف جميل. المنتخب المغربي يضرب بقوة ويسأر، الأسود يسأرون هنا من مدينة الرباط، الأسود يسهرون هنا من مدينة الرباط، وفوز كبير، وكرنفال مغربي، كرنفال مغربي 100%. إذن يتألق لاعبو المنتخب المغربي. النتيجة حطموا الرقم القياسي في تاريخ المواجهات، كانت في نهائية كأس أفريقيا 2004 لما تفوق المنتخب المغربي على نظيره مالي بوقع 4 أهداف. هل ستكون السادسة؟ هل ستكون السادسة لتكون تاريخية؟ مبارك مصطفى، المغربي، كرنفال مغربي.
يكن رحيما بالمنتخب المالي، لم يكن رحيما بالمنتخب المالي. ستة أهداف، هي قاسية، هي حصة عريضة، هي حصة كبيرة، هي حصة غير مقبولة. أخاف على عين تطارد المنتخب المغربي، 6-0.